بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اعزائي المشاهدين اهلا بكم في برنامج حوار على الهوى، هو حلقه جديده النهارده بعنوان انت مدعو لرساله عظيمه. احبائي، في الفتره اللي فاتت دي قابلت كذا حد في مرحله يا اما في حاله احباط شديده بسبب تحديات، سواء كان على المستوى الشخصي أو المستوى الروحي أو المستوى العائلي أو على المستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي، في حالة إحباط شديدة شوية. عديت بكذا موقف الأسبوع اللي فات ده، خاصة يعني أسر قد إيه مضغوطة بسبب ظروف إما أولادها بعد عن الكنيسة أو بعد عن ربنا، أو ولادهم محبطين بطريقة غير عادية، أن الولاد تقعد معهم أو تقعد مع البنات كده، تلاقي في حالة اكتئاب وحالة بلا هوية وحالة نوع من الإحباط كده. يعني قعدت مع واحد ولد من الولاد وبتكلم معاه كده، يقول لك أنا ماليش لازمة، أنا مش عارف أنا جيت للدنيا، ما عارفش ما جابوني للدنيا ليه. ففي حالة من الإحباط كده وحالة بلا هدف. عشان كده كان حسيت ان يعني الروح القدس كده بيوجهني ان الحلقه بتاعت النهارده تبقى بكل قوه انت مدعو لرساله عظيمه. عشان كده احبائي، في ابدا معاكم في رمية كده، في رمية 8 من الاصحاحات اللي بحبها جدا، ان يعني فيها حاجات عميقه قوي وتكلم من خلال قصد الله في حياتي شكله زي. يقول كده أن كل نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل مع للذين يحبون الرب المدعوون حسب قصده. المدعوون حسب إيه؟ حسب قصده. مدعوون حسب قصده، إذن في قصد إلهي في حياتي أنا على مستوى الشخصي. كده كمل، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم سبق دعاهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. عشان كده عزيزي النهارده عايز أركز معكم كده بصرخة داخلية لكل شخص وكل نفس تعبانة مكسورة حاسس بلا هوية وبلا 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 هدف، ان يبقى فيها نوع من الاتجاه الدعوي او الاتجاه المهم خالص في الناحية الاهتمام برسالة الحياة. عشان كده عزيزي مهم خالص ان ادرك اول نقطة من نقط كويس قوي، انك انت بهدف. ربنا خلقك، ربنا جابك البشرية، ربنا جابك الدنيا دي كلها عشان في رسالة معينة تقوم بها. تقول لي أنا ما عرفش أنا جيت ليه، والولاد اللي حاسين بلا هدف بيخبطوا في أي حاجة وخلاص، سواء كان بيهربوا من واقعهم، بيهربوا من اللي حواليهم، بيهربوا من واقع في حياتهم، بيهربوا من مجتمع معين غريب في بيوتهم، فبيحاولوا يشوفوا مجتمعات أخرى أو بطريقة أخرى تاني باتجاه بطريقة مختلفة. عايز أوجه رسالة كويسة من خلال ولادنا. أول نقطة لولادنا اللي مش محبطين، ولادنا اللي هم حاسين إن هم جوه بلا قيمة، وحاسين انه في مرحلة اكتئاب كده بلا هدف في الحياة. عايز تطلع يا حبيبي اي حاجة؟ واي ليه اقعد السنين دي كلها ذاكر؟ ليه اقعد هجيب دخل كام؟ هجيب انا مش مهم، انا قاعد في البيت، قاعد في الاوضة بالساعات على السوشيال ميديا، حاسس بلا هدف وبلا قيمة. عشان كده احبائي انا محتاج اقف واوجه رسالة لولادنا. حبيبي انت مدعو رسالة عظيمة جدا. ربنا جابك البشرية، جابك الدنيا دي عشان هدف معين، بالرغم من كل الظروف اللي حواليك اللي بتدل انك انت بلا قيمة وبلا هدف. دخلت في ضغوط حياة مختلفة، حد من الولاد كده كان قاعد في مر بظروف صعبة قوي على المستوى الاجتماعي، شاف الأسرة ايه والأب والأم تعبانين او بعيد او بيعدي بظروف متعبة، تتكلم الولد او البنت تلاقي ان هم في حاله غضب داخلي، وفجاه تلاقيه بيعيط. ليه حبيبي؟ علشان حاسس انه بلا قيمه، حاسس ان هو انا مش عارف انا جيت ليه،
احيانا احبائي كمان النقطه دي لاحظتها في النيو كامرز مع الولاد مش الكبار. الكبار بييجوا بيملهين في الشغل وكده، وتلاقي ان في رساله في حاجه معينه في حياتهم كده وبيجاهدوا عشان يجي يدخلوا دخل معين، لكن الولاد الناحيه الثانيه حسن محبطين مش قادر يعملوا يعني يدخلوا في يتواجدوا مع المدرسه مع العصر مع المجتمع اللي حواليهم، حاسين بالفجوه الكبيره دي فبيتصدموا ويقعدوا يعني يكتئبوا كده ويتقوقعوا حوالين ذاتهم. عشان كده الرساله دي او الرساله فيهم انت مدعو لرساله عظيمه. عشان كده عايز اشوف اتابع معك بس من الكتاب قصه موسى النبي في سفر الخروج. قصص كلنا عارفين القصه بتاعت موسى كويسه، بس انا عايز ارجع معاكم نقط معينه وازاي نشوفها نوجهها او نطبقها على حياتنا شكلها ازاي. موسى في خروج واحد اتكلم على قصه ان يقول لك يوسف مات، بعد ما يوسف مات جه ملك تاني او فرعون اتوجه على مصر، فالناس اللي عملوا يوسف في بني اسرائيل يعني ابتدى يعمل ايه؟ اشتد على العبرانيين ويزل ايه؟ ويزل فيهم عارفين التسلسلات بتاعتك. فاستعبد المصريون بني اسرائيل بعنف. يعني ظروف صعبه. خطيره الكلمه اللي جايه دي. ومرروا حياتهم بعبوديه قاسيه في الطين واللبن وفي كل عمل الحقل وكل عملهم الذي عملوه بواسطه عن كلموا الملك ده ايه ده؟ المجتمع بتاعهم أو الطريقة اللي بتخنق عايزة تدمر شخصية معينة وتدمر الجيل اللي جاي. فرعون بيعايز يقتل كل بين كل أولاد بني إسرائيل. خلي بالنا من النقطة دي كويس قوي يا حبايبي. المجتمع بيحاول يقتل كل براءة للأطفال. عارفين احنا داخلين المجتمع الحالي دلوقتي والضغوط اللي في هنا في فولاد كاليفورنيا والضغوط هنا في امريكا بحكايه الكتب اللي عايزين يوزعوها والسكشوال اديوكيشن والتشالنج والتحديات اللي الاسره كل الاسره خايفه وكل الاسره مضطربه وقلقانه بحاول يدوروا على مدارس خاصه او اللي مش قادر يعمل مدرسه خاصه عايز يعمل هوم سكول وحاله من القلق وحاله من الخوف والاضطراب. ليه؟ لان فرعون عايز يقتل الاولاد. بمعنى اخر ابليس عايز يقتل براءة أطفالنا براءة ولادنا. عشان كده حروبنا وحربنا مش مع مجتمع له أجندة أو مع جماعة اسمها الـ LGBTQ أو ما دول لهم أجندة مخصوص كده. عشان كده لك احنا we're gonna reach to your children. Yes, we're coming to your children. لا عايز أوضح كويس قوي إن برغم كل الصعوبات اللي أنا شايفها دلوقتي لكن عايز أوصل نقطة مهمة قوي. أنت مدعو لرسالة عظيمة برغم من الظروف اللي بيعيشها المجتمع ومن ضغوط الحياة اللي جاية ومن الكالتشر ديفرنس اللي موجودة حوالينا كتير. خلي بالنا ان فرعون قال القبيلتين اللي بيولدوا النساء اليهوديات الى العبرانيات يقتلوا كل ولد جاي يقتلوه ويسيبوا يبقوا البنات، لكن يقول لك القبيلتين دول خافت الرب فابتدى يعملوا ايه؟ ما يقدروش يقتلوا الولد لغاية ما يجي فرعون قال لهم انتوا تعملوا ايه؟ انتوا ليه مش بتقتلوا؟ يقول لك لا السربانيات ايه؟ اقوياء او ما بيجي نوصل قبل بيكونوا ولدوا قبل ما نوصل فما نقدرش نقتل الولد الاولاد. فيقول كده فدعا ملك مصر القبيلتين وقال لهم لماذا فعلتم هذا؟ وامر فرعون بقى ايه؟ النقطه الخطيره اللي جايه ان في اتجاه لقتل كل اولاد بني اسرائيل. في حرب من ابليس علشان تقتل زي ما بقول كده براءة أطفالنا براءة أولادنا اللي جايين. عشان كده محتاجين الرسالة دي قوية قوي. حبيبي يا صغير أنت مدعو لرسالة عظيمة تبقى مختلف طب ربنا فين من الكلام ده؟ شوف بقى ربنا عمل إزاي لإنقاذ موسى في هذا الوقت. يقول لك فرعون نفسه أمر فرعون جميع الشعب قال كل ابن يولد تطرحونه في النار في النهر. يعني انت ماشي كده اي حد مصري معدي وشاف اي شاف طفل في عبراني ولد راح ماسكه كده بنبص حواليه ماسكه هيرميه في النهر. طبعا نهر النيل زمان كان فيه تماسيح وكان فيه طبعا هيغرق ولا ما يموت يعني. فده الهدف بتاع مين؟ هدف ابليس هدف فرعون ان يقتل كل يقتل كل ولد. طب الدنيا كده تشوف شعب بني اسرائيل يعني هيعملوا يشيلوا الطين وما كانوا بيشيلوا الطين فعلا اللبن والطين عشان يعملوا يبنوا المباني، لكن ابتدوا يصرخوا
يقول عشان كده كلمة وسمع الله لصراخهم، سمع الله ايه لصراخهم وأنينهم. بعد كده بيجي يكلم موسى في هذا الحوار او في هذا الطريقة دي، تيجي موسى ده يبقى شكله ازاي؟ موسى اتولد يقول لك ذهب الرجل في صحاح 2 في الخروج، ذهب الرجل بني لاوي اخذ بنت لاوي، حبت المرأة ابن غير مرأته حسن المنظر، خبته ايه 3 أشهر، خبته 3 شهور. طبعا كان بيعدوا يشوفوا اي اولاد كده، كده خبته كده في النص كويس قوي. واما لم يمكنها ان تخبيه، ابتدى الولد يطلع وصوته يعلى، صوته عايز يلعب بره، فابتدى يمشي يتحرك حوالين الخيام، فابتدى يكتشف خايف انه يعمل ايه؟ انه يكتشف ان يتقتل. طبعا كده ايه؟ هو هيتقتل يعني خبيته 3 شهور. ايه الوضع الحالي؟ ان موسى هيموت. لكن عجيبه اني عملت خطة ما تعرفش هي ازاي، مين اللي قالها تعمل كده؟ فرعون عايز يقتل، ابليس عايز يقتل، لكن احنا في يد الله القوية التي تحميه. وبالتالي يقول لك لما لم يكن ينتخبه اخذت له صفتا من البرد وطلته بالحمر والزفت، وضعت في الطفل وضعته بين المحلفة في على حافة النار. طب باي منطق باي اتجاه انت عملتي كده يا ام موسى؟ ما اعرفش جابته قالت خلاص وكده كده هيموت، وهيموه هم لو شافوه هيموه في النار. طبعا احطه في كنة رمى في النار، احطه في صفت كده في زي سبت يعني، واعمله كده زي مركب صغير واحط الطفل بيه. ربنا عايزه هيخليه، ربنا مش عايزه هيعمل ايه؟ لكن ثقتها ان خايف على ايه؟ على ابنها. العجيب يا احبائي، العجيب زي ما عارفين في قصة موسى، ان تيجي الإصابة ده يمشي 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 بالمية، واخته تمشي وراه عشان تطمن على اخوها، وتلاقي فجأة تلاقي لك ووقفت اخته من بعيد لتعرف ماذا يعمل، فنزلت ابنة فرعون الى النهر لتغتسل، وكانت جواريها باشيات على جانب النهر، رأت الصفت بين الحلفة فارسلت امتها واخذته. يعني ايه التناسق ده؟ ان ربنا يخلي ابنة فرعون عاقر لا تنجب اولاد، يخليها تنزل في الوقت ده لتستحم في النهر ومعاها الجواري بتاعها، في الوقت اللي ثبت موجود بيمشي قدامها، تلاقي طلع كده يروح تبعته ايه للثبت لانه سمع صوت طفل، ابعته هاتيه، جابت الخادمه جابت الايه الثبت لمين؟ بالطفل جواه. ايه ده؟ ايه الاتجاه ده حبيبي؟ لا يا موسى، انت اصلك انت صاحب رساله، ربنا بيجهزك لرسالة، ربنا أنقذك لرسالة أعظم، لرسالة كبيرة قوي. عشان كده أنت مميز، أنت مختلف، أنت بقيت مسيحي علشان ربنا أراد أنك تبقى مسيحي، لك تميز معين، أنت لك رسالة خاصة، مش خاصة بس، رسالة عظيمة. فينتقل دي إحساس للطفل كمان، أولادنا اللي ما عندهم إحساس بال دنية أو إحساس إنه بلا هدف وبلا قيمة، وإتمنت ربنا جابك هنا وحطك في المجتمع ده، حطك في الوقت ده، حطك في الأسرة دي لرسالة عظيمة. بدل ما احنا بنخاف وندعي على أولادنا، طبعا which is good بنخاف عليهم، لكن مهم أوي نربي فيهم ضمير إنه مختلف وإنه صاحب رسالة قوية. بنحترم الآخرين ونحب الآخرين، لكن لا نشترك في خطايا الآخرين. وبالتالي أحبائي رسالة مهمة قوي أن نربي في ضمير الطفل بتاعي أو في ضميرنا احنا كلنا ما نخافش. ربنا اللي حافظ موسى في سبت في النهر ويديه يدخل لبيت فرعون اللي أمر بقتل كل الأولاد، أن يدخل يتربى فين؟ يتربى في بيت فرعون، يقول لك يتربى بكل التربية أو كل علوم مصر. موسى ده كان الرجل الثاني، يعني كان هيبقى زي فرعون، فهم؟ لكن فنزلت ابنة فرعون انها تغتسل، ولما فتحت السبت ده شافت انه صبي يبكي، فرقت له، اتحننت عليه، وقالت هذا من اولاد العبرانيين. فقالت اخته، اذا فجأة كده طلعت اخته من الايه من وسط الحلف ده اللي على النار، قالت له ايه؟ هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد؟ ده لو كان موفي ما كانش يترتب بالطريقة دي. يعني عجيب يا أحبائي إن أخت موسى تمشي وراه
وتلاقي زي ما نشوف في الافلام يعني انه حطوا زي قماشه كده وفي بتاع في سبب ده تعرف انه ده ابن من العبرانيين. وتيجي الام زي ما قلت كده ان الام دي مش ابن فرعون عاقر فلا فما تقدرش تعمل ايه ما ترضعش. فجابت البنت قالت لها ممكن اجيب لك واحده من العبرانيات ترضعه. فقالت اخته فقالت لها ابنة فرعون اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت أم الولد فقالت لها ابنة فرعون اذهبي بهذا الولد وأرضعيه لي وأنا أعطي أجرتك. فأخذت المرأة الولد وأرضعته. يا فندم النقطة دي كويسة أوي. يعني ابنة فرعون شافت الولد بعد كده أخته جابت له أمه وهتبقى ابنة فرعون قالت لها خدي البيت عندك رضعيه وأنا هديك أجرة كمان. ده إيه العز ده يا موسى؟ ايه العز ده؟ انت مش انت ام موسى وابوه مش خايفين؟ ايه الترتيب ده؟ ايه العمل التدبيري اللي في حياه موسى ده؟ اصل هو مدعو لرساله عظيمه. عزيزي هل تدرك نفس الاسلوب ونفس الاتجاه؟ هل تدرك قد ايه ان ربنا دعيك انت كشخصيا اللي حاسس انك بلا قيمه وبلا دور في الحياة، أن ربنا مرتب كل الظروف أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب المدعوون حسب قصده. من هم المدعوون حسب قصده؟ حضرتك وحضرتي حضرتك المؤمنين. عشان كده المدعوون الذين يحبون الرب المدعوون حسب قصده سبق فعرفهم سبق فيعينهم ليكون مشابهين صورة ابنه. هذا هنزاي بنبقى صوت ابنه مشابهين لصوت المسيح ازاي؟ الا بمين؟ بنحن ناخد المسيح نتعمد من اعتمادة المسيح فقد لبست بالمسيح. اذا انا عملت ايه؟ انا خدت المسيح في حياتي اصبح ان انا صورة ايه؟ صورة ابنه مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين اخوة كافرين. فبالتالي احبائي بركة كويس قوي معنا التدبير الالهي في حياة كل شخص فينا. كل شخص فيه ده للأسف ان بنتوه كتير وبنضيع وبنفقد احساسنا باننا اصحاب رسالة وبنفقد احساسنا باننا نحن مختارين ومعينين ومختارين ومدعوون حسب قصده بسبب ان احنا بنبص حوالينا وبنبص المجتمع اللي حوالينا عايزين نجابه ونعيش في مظاهرات في مظاهر خارجية ونخاف من في المدرسة ونخاف من الولاد اللي حوالينا ونخاف من المجتمع. حبيبي ليه؟ أنت مدعو ربي في أولادنا أنهم مدعوين لرسالة عظيمة. تقول له أنت حبيبي أنت ابني أنت هتبقى عظيم. مش بنخرس أولادنا ونقول لهم ألفاظ ونقول لهم مش عارف إيه وإيه وإيه. لا لا لا. أنت مدعو لرسالة عظيمة وفي يدك أنك تعمل إيه؟ في يدك أنك تحققها في يدك أنك تحققها. عشان كده أحبائي عندي بعد شوية تنهد بنو إسرائيل من العبودية وصرخوا فصعد صراخهم إلى الله من العبودية فسمع الله أنينهم فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أما موسى في صحاف خروج 3 بقى موسى يعمل إيه بعد الحادثة بتاعت إنه قتل المصري ده بسبب إنه قتل واحد عبراني واكتشف إنه قتل المصري فخاف فطلع على الصحراء وقعد هناك وبيراجع ابتدى يعمل إيه على غنم راح ليثرون يتجوز بنته وابتدى يرعى الغنم وهو بيرعى الغنم إيه ده بيقول لصاحب رسالة هي فين الرسالة دي؟ قعد 40 سنة في مصر بعد كده قعد تاني فين؟ في بمشي كام سنة لغاية ما اكتشف قعد 40 سنة في الصحراء ماشي بعد كده 40 سنة تاني بس 40 سنة في الصحراء دول لما يوم ما دعي من يوم يعني راح يقابل ابنة يثرون واتجوز وكده إلى الرؤية بتاعته كام سنة؟ كل ده منتظر إلى إيه؟ إن فين الدعوة بتاعتي؟ فين الدعوة؟ أنت بتقول إن أنا خلقتني مدعو لدعوة أو صاحب رسالة، هي فين الرسالة دي؟ حبيبي خلي بالك إنك مهم قوي تبحث وتطلب من ربنا عن رسالتك في الحياة. أوعى تكون بلا رسالة. أوعى تكون أنت جيت في الدنيا دي عشان أكل وشرب وفلوس وتموت وتمشي. أنت صاحب رسالة. اجلس تحت أقدام المسيح
أقدام الله كده أقول ربي من فضلك بسكب ذاتي أمامك، اكشف لي عن رسالتي في الدنيا دي. مبقاش أنا جيت زي اللي جو قبل كده ومات ومشي ومات ولا بلا تأثير وبلا قيمة، بل لكل واحد فينا ربنا أعطاله رسالة معينة يأديها، سواء كان في بيتك، سواء كان في حياتك، سواء كان في المجتمع اللي انت فيه، سواء كان مع أولادك، مع زوجتك، مع في خدمتك، مع المجتمع اللي انت فيه، انت صاحب رسالة. خلي بالك كويس قوي من ايه، من رسالتك اللي انت دعيت اليها، ان ربنا دعاك ايه، دعاك شخصيا. موسى قعد فتره طويله قوي لغايه ما اكتشف الايه، لغايه ما اكتشف الرساله دي. وبالتالي يقول هنا في صح 3 انه ابتدى يساق الغنم الى وراء البريه، وجاء الى جبل الله حريب، وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقه، فنظر اذا العليقه تتوقد بالنار والعليقه لم تكن تحترق. قال موسى: اميل اميل انظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقه؟ فعمل ايه؟ فلما راى الرب انه مال ينظر، نادى الله في وسط العليقه: موسى موسى، قال: ها انا ذا. ربنا بينادي على كل واحد فينا احبائي، وينادي عليك باسمك، يقول لك يا فلان يا فلان، هتقول له ها انا ذا. ليه عايز؟ عشان كده لا نكتشف رسالتنا الا واحنا في محضر الله يا احبائي. يقول لك تعالى صلي يا حبيبي، تعالى صلي، وتعالى الكنيسه، وتعالى اعمل الحاجات دي كلها. يا ترى ليه بنعمل كده؟ ليه بيحاول يصلي ويحاول يعمله كم؟ عشان تبقى في محضر الله، عشان تكتشف رسالتك. لما مال موسى ليشوف المنظر ده، عمل سمع صوت ربنا بيقول له: موسى موسى. قال له: ها انا ذا. ايه يا رب عايز نعمل ايه؟ انت مين يا رب؟ الصوت ده جاي من فين؟ عشان كده احبائي رسالتك تاخدها في محضرك، من خلال انجيلك المفتوح، من خلال علاقتك وقفتك امام الله، مش من خلال تكليف او شغل معين، او حتى احبائي مش من خلال وظيفه معينه او دراسه معينه. بس انت بتذاكر كويس، بتدرس كويس، بتاخد كارير كويس، لكن في رساله بتاديها. يس الدكتور رسالته الطب ونشفي، مش بس يلم فلوس او مجتمع، لكن بيقدم رساله. الصيدلي، المدرس، المصور، الفيديو، البرنامج، كل مكان، كل واحد له رسالة من خلال عمله. أوعى تخلي رسالتك أو لك شغلك ده حاسس إن هو أجي وأمشي زي ما أنا جيت زي ما مشيت. لا، سيب أثر في حياة اللي حواليك من خلال الرسالة اللي بتقدمها. عشان كده حبايبي عايز تكتشف رسالتك، ممكن بعد السنين دي كلها 20 30 50 70 80 90 سنة، أنا فين رسالتي في المجتمع ده؟ أقعد مع ربنا أقول: رب من فضلك اكشف لي عن دعوتك، أو عن الرسالة العظيمة اللي أنت دعوتني إليها. قال: لا تقترب إلى هنا، اخلع حذائك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه هو أرض مقدسة. ثم قال له: أنا إله أبيك إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فغطى موسى رجلا وخاف أن ينظر إلى الله. قال: رب إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجعهم. يا حلو أوي، ربنا سمع أنين كل شخص. طبعا دي نقطة on the side، يعني أن ربنا بيسمع أنين كل الصراخ وكل المتاعب وكل الظروف اللي بنعدي بيها، ربنا بيسمع الأنين ده. لكن بركز على نقطة موسى. موسى قال لهم كده: رب، طب أنا عارف يا رب، أنا عارف أن هم بيعدوا بصراخهم وبيتعاملوا كويس، فأنا مالي؟ لا، مش أنت مالك، مش أنت مالك، أنت صاحب رسالة. أنا نعمل إيه؟ والآن هو ذا الصراخ إسرائيل قد أتى إلي، ورأيت أيضا الضيقة التي يضيقهم بها المصريين. فالآن هلما فأرسلك إلى فرعون. ويت بنت، أنت جاي بتقول لي على قصة، على حكاية إن في مشاكل وظروف حواليا، أنت شايف إن في ظروف في المجتمع اللي حواليا، شايف في ظروف في بيتي، شايف في ظروف مع الولاد، شايف في ظروف اللي بشتغل معاهم، شايف ظروف في مع الجيران، شايف ظروف في حاجات كتير. أنا مالي بظروف؟ لا لا لا، تعالى، انا مش بحكي لك الصراخ بتاعهم، مش بحكي لك المشاكل بتاعهم، انا بقول لك ان في احتياج وفي ظروف، انا هرسلك ليهم.
يا رب أنا بلا رسالة وأنا نص صاحب ولا ما بعرفش أتكلم لا صاحب كلام ولا أعرف أتكلم بحد. أنا معك سأرسلك. عشان كده أحبائي قال موسى الله من أنا حتى أذهب إلى فرعون؟ مش أنت اللي هتروح، مش أنت اللي هتروح، مين اللي هيروح؟ يلا عشان كده بقول لك هتخرج بني إسرائيل من مصر. قال إني أكون معك وهذه تكون لك العلامة إن أرسلتك حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله في هذا الجبل. طلع الناس بس ونعمل إيه؟ وأنا أطلعك وتعبد، دي علامة إنك الشعب هيطلع. أنت ستقوم برسالة، أنا معاك في الرسالة دي. عشان كده عزيزي أنت مدعو لرسالة عظيمة. يا ترى مدرك إيه هي رسالتك؟ مدرك إيه هي رسالتك في الحياة دي؟ في أرمية، أرمية واحد برضو، أرمية كان برضو شاف المجتمع اللي حواليه والدنيا بتاعه وعايز يعمل إيه، عبر فيه رسالة. فقال له فكان كلمة الرب إلي قائلا قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك جعلتك نبيا للشعوب. اللي عايز أقوله واضح إن قبل ما بابا وماما يتجوزوا أنا عارف ربنا، عارف صور، عارفك كويس قوي قبل ما تتصور في البطن، قبل ما إيه؟ قبل ما تخرج من الرحم قدستك، كرستك، عرفتك إنك أنا اخترتك تبقى لي، أنتم أنا الذين اخترتكم، لازم اخترتوني بل أنا الذي اخترتكم. بأي تميز إحنا فيه؟ إحنا التمييز اللي إحنا فيه ده إيه؟ ده عظيم جدا. يا رب أنا مميز، أنا صاحب رسالة، أنا حاسس إن بلا قيمة. حاسس بلا قيمة. داود يا حبائي شخصية تاني، داود كان ما تحسبش تبع اخواته. لما صمويل راح ربنا قال لصمويل خلاص شاور كفاية كده، قام في صمويل الأول انا روح اختار مين، اختار يروح لبيت ياسا وتختار مين، تختار واحد هناك. جاب اخواته بتاعي عمل واحد والتاني والتالت والرابع والخامس. الله لا يأخذ بالايه؟ بالوجه، بل يأخذ بالقلب. قالوا فعنت ما عندكش حد تاني؟ قال له عندي الولد الصغير أشقى كده حلو العينين. قال له تولي. أول ما جابه قال له هو ده، هو ده النبي، هو ده اللي تختاره يبقى ملك بدل شاول. يس، جابه عمل يصب على راسه. قال هل هو ده صاحب الرسالة؟ أنت حبيبي داود، أنت موسى، أنت شمشون نشوفه بعدين، أنت ده، أنت أنت صاحب رسالة وتأدي، وده ينفع من روح ولادنا كده أنك أنت حبيبي صاحب رسالة في المجتمع. إن ممكن تبقى مختلف في الولاد، بيعملوا دراجز، بيعملوا مش عارف، تسمع كتير عن البايسيكشول والترانسجندر والجيز والليسبيان أوكي يعملوا ما عايزينه. أنت صاحب رسالة، أنت مكرس ومخصص لربنا. شوف ده في الخطوات اللي جاية. عشان كده عزيزي مهم قوي أن في رسالة من كل إيه؟ من كل واحد. ربنا يبعت رسالة لكل واحد. معنا مكالمة من تليفون. أيوة تفضل. ألو، مين معنا؟ ألو، سلام. سامعني؟ سلام، أبو مهند من الأردن. ألو، يمكن في مشكلة في الخط ولا حاجة. عشان كده أحبائي قال لك لا تقل ربنا موسى، سوري، أرمية قال لربنا أب أنا ولد. قال له لا تقل إني ولد، يعني أنا ولد فعلا. لا تقل إني ولد، أنت صاحب رسالة وستقوم بيها. عشان كده أقول لك لا تقل إني ولد، لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به. إذا ده ربنا بيقوله كده. لا تخف من وجوههم لأني أنا معك لأنقذك يقول الرب. ومد الرب يده ولمس فمي وقال الرب. إذا حبايبي قول لأولادنا كده حبيبي تعالى ما تخافش، خافش المجتمع الذي، بالعكس انت تبقى قوي وتظهر مين، وتظهر انك انت ابن الله صاحب رسالة. حبيبي انت اولاد من اولاد ربنا، اصحاب رسالة تقدمون قدام المجتمع كله، وتظهر انك انت صورة المسيح مشابها صورة ابنه. هو ده الايه؟ هو ده العمل،
هو ده اللي محتاجين نديه لأولادنا ونعمق ده لأولادنا ونرفع أولادنا به، مش مجرد خايفين ومكتئبين والأولاد يعني تعبانين في البيت ومالهمش رسالة ومش بيضيعوا عمرهم على السوشيال ميديا وعلى التليفونات وعلى الجيمز وعلى مش كمان نقدرش ناخد التليفون منهم، لكن على الأقل تربي في ضمير انك انت حبيبي صاحب ايه؟ صاحب رساله، صاحب you are called for a great mission. For what? For a great mission. حبيبي ممكن في مشاكل وظروف صعبه في حياتنا، موسى تعب، موسى اتذمر، موسى قال ربنا وانا مال انا بالشعب ده، جاله حالات احباط وحالات سقوط، is okay. مش مهم اللي فات، مش مهم السقوط اللي حصل، مش مهم الضياع اللي حصل، مش مهم العمر اللي ضاع يمكن بلا رسالة، عدم إحساسك، عدم اكتشافك لرسالة ربنا ليك، مش مهم اللي فات، مهم اللي جاي، مهم اللي هي ننسى ما وراء ونمتد إلى ما هو قدام. هو ذا الكل الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. عزيزي هل اكتشفت رسالتك؟ أو يمكن مكتشف رسالتك بس مش عارف تأديها، خايف، ربنا يقول لك أنا معك. اللي ما اكتشفش رسالة، تعال أقعد تحت رجليه قول من فضلك يا ربي قول لي على رسالتي اللي أنت خلقتني بيها. عشان كده في أفسس يقول لأن نحن عمله خلقنا لمخلوقين لأعمال صالحة قد سبق الله فعدها لنا لكي نسلك فيها. يعني في أعمال صالحة ربنا خلقنا عشانها، خلي بالك مخلوقين لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لنا لكي نسلك فيها. أنت صاحب رسالة، أنت صاحب رسالة وصاحب إيه؟ وصاحب رسالة وصاحب خوة. زي بقول داود وداود وصمويل، كل الأباء دول اللي ربنا اختارهم وهم صغيرين كانوا أصحاب إيه؟ أصحاب رسالة في حياتهم، أصحاب رسالة قوية في حياتهم. أوعى عمرك يضيع من غير ما تكتشف ايه؟ من غير ما تكتشف رسالتك. اوعى رسالتك مهمة قوي انك تعمل، اصل بلا رسالة بقى زوي رسالة زي الوزنة، لو ضيعت الوزنة تضيع، لكن لو انت اثمرت بالرسالة، اثمرت بالوزنات اللي معاك تجلس لي. ادخل ايها العبد الامين، كنت امينا على القليل ساقيمك على الايه؟ على الكثير، انك صاحب رسالة. النقطة الثانية أحبائي وأنا عايز أخذ فيها شوية وقت كده بسرعة معكم، هي نقطة ألو جي تاني؟ طيب ممكن نطلع فاصل ونرجع تاني. أوكي، قد أعيان
يا حبيبي يا أعز حبيبي آتي إليك بذنوبي عن نصالي آتي إليك يا حبيبي يا عز حبيبي آتي إليك بذنوبي عن نصالي أعزائي مرة تاني في حوار الهوى والحلقة بموضوع أنت مدعو لرسالة عظيمة. زي ما كنت في الأول على موسى وصمويد وداود، عايز أتكلم تاني على مدعو لرسالة عظيمة. في زي ما قلت قبل كده كان حاسين واحد بلا رسالة، لا، في مرحلة تاني هي مرحلة إحباط. في زي ما بقول كده في أسر عندها بصراحة يعني كلنا بنعدي بحالات إحباط غير عادية. أنا أقولكم أحيانا بيبقى الواحد بيبقى بعدي بتوقعاته عالية، فلما بيقدرش يوصل للتوقعات دي بيحصل إيه؟ بيحصل دوم الإحباط، سواء كان على المستوى المادي أو على المستوى الاجتماعي، سواء كان عندنا توقعاتنا عالية من خلال الناس اللي بتعامل معهم أو بالناس لنا، ما بنلاقيش التوقعات دي او اللي احنا متوقعين منه، بيحصل نوع من الايه؟ نوع من الاحباط. لكن في حاجه اخطر، هو الاحباط من سامحوني احباطات من ربنا، احباطات من ربنا. زي ما بقول كده ان في حالات كتير او كتير قدام توقعات من ربنا، ان ربي المشاكل اللي احنا بنعدي فيها دي هتحلها امتى؟ الظروف اللي احنا ليه يا رب بتعدي بكده؟ احنا ليه بنعدي بالظروف الصعبة اللي احنا في حياتنا دي؟ طب احنا ليه وليه 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 كل دي؟ ان احنا متوقعين ان ربنا احنا المتحكمين، الكنترولر، مش هو الضابط الكل. بس احيانا مش عايز اجيبها من ناحية ان احنا بنشك في ربنا، او يعني ليه متذمرين على ربنا، لا، بس عندنا عتاب مع ربنا، عندنا عتاب كده بسيط مع ربنا. ربي احنا يمكن علاقتنا بيك أكبر من مجرد إحباطات في حياتنا كتيرة، أو في إحباطات في حياتنا كتيرة. نشوف كده الموضوع ده في قصة جدعون. قصة إيه؟ قصة جدعون في سفر القضاء إصحاح 6. يلقى برضو يوجد راحت قوي على الهموم والإحباطات اللي بعاشها فيها جدعون، ونشوف إزاي لينك تو إيه تو حياتنا إحنا شكلها زي. يقول عمل بني إسرائيل الشر في عين الرب، فدفعهم الرب ليد مديان 7 سنين، فاعتزت يد مديان إسرائيل بسبب مديانين. عمل بني إسرائيل أنفسهم الكهوف التي في الجبال والمغارب والحصون. مديان كانوا صعبين قوي، لدرجة إن بني إسرائيل ابتدوا يحفروا في الإيه؟ في كهوف في الجبال عشان يقعدوا فيها ويخزنوا فيها الأكل. كان كل ما يزرعوا حاجة يجي المديانين يبهدلوها ويكسروها ويشيلوها خالص، وينزعوا يتلفون غلة الأرض ولا تكون سيئة حتى قوت الحياة، ولا غنم ولا بقر ولا حمير، لأنهم كانوا يسعدون بمواشيهم وخيامهم. ده في كله في إصحاح 6 في سفر القضاء، لو نقدر نفتح مع بعض الإصحاح ده. يقول لك فذل إسرائيل جدا من قبل المديانين، وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب. شوف السايكل دي أجين، يعني حال يبعدوا الشر يصرخوا يتذلوا يرجعوا تاني يصرخوا ربنا، ربنا يبعث لهم جدج قاضي عشان يعمل إيه؟ يخلصهم من بتاع ويعيشوا كويس، ينتصروا، يرجعوا الخطيئة تاني، ربنا يعمل لهم شردهم تاني، وهي كانت السايكل دي شغالة يعني. لغاية بس هنا في جدعون، كان جدعون بيمر بظروف صعبة، كانت حالة إحباط غير عادية. تخيلوا إنه كان بقى بيشتغل شغل حلو قوي، يعملوا الزرع وخلاص الزرع هيطفوه عشان ياكلوا، تلاقي اللي حصل، تلاقي جذع شالوه خالص وبهدلوه حرقوه.
يجي رب مواشي مثلا عشان تكبر ياكلوا منها ويشربوا لبن او تلاقي يجي يقتلهم يموتوهم. فحالة من الاحباط على المستوى العام كله، على مستوى بني اسرائيل كلهم. ونلاقي كده فين؟ في احساسهم، في احساس جدعون بيتكلم. ولما كان صرخ بني اسرائيل الرب بسبب بنيامين، ان الرب ارسل رجلا نبيا الى بني اسرائيل وقال لهم هكذا يقول الرب، إن صعدتكم من مصر وأخرجتكم من بيت العبودية وأنقذتكم من يد المصريين ومن جميع مضايقيكم وطردتهم من أمامكم وأعطيتكم أرضهم. خلي بالكم في وعود، يلي أنتوا في حالة الإحباط الشديد اللي أنتوا فيها دي، في وعود اسمها الله معنا، اسمها عمانوئيل. كنت مع حد عندها نوع من الديبريشن شديد شوية، فهنا تقول لها على حاجة معنا، تقول لها على يعني وعود ربنا ومعجزات وعمل ربنا، هي مش قادرة فعلا تقوم، مش قادرة فعلا تستجيب لندا. حالة الأحباط أو حالة الكتاب اللي موجود عندها حالة صعبة أو مش قادرة، كلام يعني مش قادر يقوم، مش مكان، أحتاج لمسة، أحتاج عمل إلهي طبعا من خلال الدكاترة يس، لكن أحتاج فعلا رفعة قوية من إيه؟ من يد ربنا. يقول لك قال رب لا تخافوا وقلت لكم أن رب إلهكم لا تخافوا الذين الأمورين الذين أنتم ساكنون أدوهم من تسمعون صوتي. أتى ملاك رب جلس تحت البطمة في عفرة ليؤاشي أبي عزري، ابنه جدعون كان يخبط حنطة في المعصرة لكي يهربها من مدينين. جه كده ملاك الرب، ده من ضمن ظهورات المسيح في العهد القديم، جه كده واقف كده وشاف ولد، شاف واحد كده شاب صغير بيعمل ايه؟ بيجيب ياخد القمح بسرعة قبل ما يجي مدينين ياخدوه يضربوا ويطلعوا من السنابل يخزنه عشان يخزنه يدي اكل لمين؟ لبني اسرائيل. فقام قبل ما يعمل الكلام ده كله عشان يعمل ايه؟ عشان ينقذ. فربنا شاف ايه؟ شافي بذرة حلوة في مين؟ في جدعون، انه خادم صغير كده، خادم قلبه على الناس، قلبه على ايه؟ على احتياجات الاخرين. فقال له تعالى انت ايه ده؟ هنشوف بعد كده. فظهر له ملك رب قال له الرب معك يا جبار البأس. جدعون قاعد كده بيعمل القمح ده وجاله ملك كده يقول له الرب معك يا جبار البأس، وبيبص حواليه كده، انت بتكلمني انا؟ انت تقصد هنا انا جبار بأس؟ ده انا فين؟ ده انا يعني ده انا صغير قوي، انا تعبان قوي، ده انا اصغر في بيت ابي وعيلتي صغرى في بني اسرائيل في السبط بتاعي، مين انا؟ بعد كده يقول بص الكلام اللي قاله الملاك ده وقال له ربنا، قال له ايه؟ قال له جدعون اسالك يا سيدي، اذا كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه؟ يا السؤال ده سمعته كتير، السؤال ده سمعته كتير أو سمعناه كتير، أسامحوني قلناه كتير. قلنا كده يا رب لما أنت معانا، طب ليه الظروف الصعبة اللي احنا بنعيش فيها دي؟ ليه المشاكل اللي بنعيش فيها؟ ليه عدم السلام اللي موجود في الأسرة؟ ليه يمكن تعديات في الماضي أو خطايا في الماضي أو ضعفات في الماضي جابت فيها نتيجة دلوقتي في الصقل غير عادي، نوع من الإحباط الشديد لدرجة إن واحد مش قادر يقوم يصلي؟ عفي لماذا تأنين فيا يا نفسي؟ لماذا أنت منحني يا نفسي؟ أقول لك قوم ترجع يا رب. لكن كلمة لماذا أنت منحني يا نفسي ده فعلا نفسي تبقى منحنية مكسورة بسبب ضغوط الحياة وبسبب التوقعات اللي مش لاقينها، فبيحبط يحبط يحبط. في حد محبط من ولاده، في أم محبطة من 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 ابنها ولا بنتها، في زوج محبط من زوجته أو زوجة محبطة من زوجها بسبب أي مشاكل برا، بسبب خناقات، بسبب مشاكل مادية، بسبب إدمانات، بسبب تعب. إحباط 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 على المستوى الشخصي، اني واحد كان بيجاهد في خطايا كتير بيسقط كتير، دخل في كذا مشروع وكذا كذا اشتياقات كده عايز يعمل فيها، وتلاقي حصل فيها نوع من الفشل او الضياع. فتلاقي لماذا اصابتنا رب؟ مش انت معانا؟
تلاقي واحد زي ما بقول كده على المستوى الاجتماعي في 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 علاقاته بالاخرين، تلاقي الناس بضده، ناس بتتكلم عليه، تلاقي حاجات غلط بتحصل، تلاقي فيه بيطلع من مشكله يخش في مشكله تاني، يطلع من قضيه يخش في قضيه تاني، يطلع من مصيبه يطلع يخش في مصيبه تاني. الصرخه المستمره اللي احيانا بنقولها، لماذا يا رب لما انت بتكون معانا لماذا أصابتنا كل هذه الايه كل هذه الامور، واين كل عجائبه التي اخبرنا بها اباؤنا القائلين الم يسعدنا الرب من مصر، والان قد رفضنا الرب وجعلنا في كف مدين. يا تعال اقولك بصراحه، تعال اقول لربنا كده، لكل نفس محبطه وكل نفس مكسوره وكل نفس مهمومه وكل نفس عايشه بلا بنوع من زي كده نوع الاحباط الشديد ده، اقول لك حبيبي تعالى تعالى اقف بالوقفه مع ربنا دي وقول له، قول له كده، فين وعودك؟ فين اعمالك؟ فين اللي قالون عليه ده؟ فين ممكن تنفذه في حياتنا؟ عشان كده فالتفت اليه الرب وقال اذهب بقوتك وخلص اسرائيل من كف مديان، اما ارسلتك ايه ده؟ ويتمنى مين بيقول كده؟ انا اللي ارسلتك؟ ده ربنا بيتكلم. اذهب يا رب يكفي مديان، ايه ده مديان؟ مديانين دول بالالاف، مين احنا؟ ده بياكلوا اكلنا هنيئا، يخلص مين؟ الظروف اكبر من طاقتنا بلا مقارنه، يعني ما اقدرش اقارن بين اسرائيل بالمديانين، بالشعب اللي كان في الجبال كله ده والجيش اللي كان في الجبال ده. يقول كده، فقال له اسالك يا سيدي بماذا اخلص اسرائيل؟ انت معلش سوي مع احترامي، يعني امين اللي روح؟ انا روح في كل حاله الاعياء والاحباط ده؟ عايزني اروح انا اخلص من اسرائيل؟ ها عشيرتي هي الذله في منسى وانا الاصغر في بيت ابي، مين انا؟ مين انا عشان اروح اخلص؟ مين انا يا رب؟ انا مش قادر انقذ نفسي من حاله الاحباط اللي انا فيها، مش قادر انقذ اللي حواليا من الاحباطات الموجوده في حوالينا، عايزني انا اقوم ازاي وحدي؟ انا مش قادر بصدق. وتتولى صرخه داخليه الى الله اللي انت واقف في حضرته، وتقول يا ربي انا مش قادر، مش قادر اعمل اي حاجه. تسمع الصوت احبائي، قال له الرب إني أكون معك وستضرب المديانين كرجل واحد. ومن إيه؟ هكون معك وستضرب المديانين كرجل واحد. يا ده يقول لك سموه الله رفق، الله رفقستريش في حياتي. اذهب أنا هكون معك زي موسى، نفس الفكرة أن الله لا يتغير عزيزي. الله بتاع موسى بتاع إبراهيم بتاع موسى بتاع يوسف بتاع داود بتاع جدعون هو بتاعنا، الله لا يتغير، كما أسلوبه ما بيتغيرش، لأن الله ثابت في محبته وثابت في دعوته ليك. أنت صاحب رسالة عظيمة، عشان كده تصرخ من كل إحباط في حياتي، من كل محاولة للتحرر من إدمان البورنوغرافي أو إدمان المخدرات أو إدمان الألكهول أو إدمان الجامبلينج، ماشي؟ كل ده أنت بتحاول تعمل كده، لكن رب أنا مش قادر أعمل كده. يقول لك ربنا أصرخ، أنا رب معك، ستخرج من يد المديانين، ستقاتل من يد المدينين، أنا أكون معك، ستضرب المدينين كرجل واحد، هتقوم. بس تعال في حضرة ربنا وخد من ربنا، اتكلم مع إلهي. رب من فضلك افتح عينينا بصدق يا رب، عشان يبقاش الكلام ده مجرد كلام، لكن ده عبارة عن خبرة شخصية أنا بصرخ فيها إليك. أقول لك يا ربي المدينين كتير في حياتنا، مدينين كتير في حياتنا من خلال خطايا شخصية، من خطايا الآخرين، في تحديات في المجتمع، تحديات اقتصادية واجتماعية في بيتنا في بيتي أو في أسرتي أو على أولادي، تحديات كتير، إدمانات تبود حاجات كتير، تقدر تصرخ وتقف، ما تقفش بعيد وتتفرج على المواقف على الإحباطات وانت بعيد عنها، لا أدخل في مخدع ربنا، جرب
جايه بتسمع صوت ربنا يقول لك اذهب هتكسر المديانين، هتقتل المديانين، هتتحرر من كل عبوديه، هتتحرر لاني انا ساكون معك. يا رب من فضلك وصل الكلمات دي لاعماق قلوبنا رب، مش مجرد اذاننا بس. بكلماتك رب تسهر على كلماتك تجريها لتحيي كل نفس محبطه وكل نفس مكسوره، تقيمها وترجعها مره تانيه، تتمتع بالحرية، حرية مجد أولاد الله. يقول كده في كمل في جدعون، رأى جدعون ملاك الرب قال يا سيدي لأني قد رأيت ملاك الرب فوجها لوجه هموت. قال الرب له السلام لك، لا تخف لا تموت. عشان لك يشوف ربنا، عشان كده بقول دي ظهورات المسيح في العهد القديم، عشان كده يرى الله ويموت، فاهمين؟ لكن ربنا يقول له يطمنه له ما تخافش، سلام ليك مش هتموت. تصحب رسالة، هتقوم وتعمل، قوم قوم ترجي الرب. لماذا أنت منحني يا نفسي؟ قوم ترجي الرب. فبنى جدعون هناك مذبحا للرب أدعى يهوى شلوم إلى هذا اليوم. إذا مدام بتاخد رسالة تحقق هذه الرسالة تبني مذبح للرب، يبقى في عشرة في علاقة بربنا عشان تقدر تتحرر من العبودية، تحرر من قيمة الإحباطات. أحبائي أحيانا إحباط 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 يجيب اكتئاب، اكتئاب اكتئاب يجيب إلى الانتحار. عشان كده الموضوع مش بسيط، لكن في يد ربنا أن يعمل إيه؟ أن ينقذ من كل من فم الأسد، ينقذ ويحرر. عشان كده حبيبي تتمتع بعمل ربنا في التحرير ده من خلال إيه؟ مذبح لرب. مش هتقدر تتحرر، مش هتقدر تسيب، مش هتقدر تاخد حرية، مش هتقدر تترفع من أعماقك إلا بوقفتك في المسبح، تبني مسبح في مخدعك وتصلي وتقف تصلي. قالك يا حبيبي عن خبرة شخصية، أحيان كتير الواحد بيعدي بخبرات بنعمل إحباطات لدرجة إنه مش قادر فعلا يقف يصلي. أكتر حاجة بيحاربها إبليس إنك ما تصلي، إنك ما تصليش. عايزك ما تصليش ليه؟ أنا عارف إن هو ده الكونكت بتاعك مع مين؟ المسبح، المسبح ده اللي بتقف فيه مع ربنا، هو ده اللي هيربطك تاخد منه مصدر قوة. رفعت عيني على الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب. لكن لو مفيش مسبح هتنهار. الضغوط ياس، ضغوط صعبة، من تنحني نفس منحنية بسبب الإحباطات، مش هتقدر تقوم فيها إلا من خلال إيه يا حبيبي؟ من خلال المسبح. يهوى شلوم مسبح الإيه؟ وكان في تلك الليلة أن رب قال له خذ ثور البقرة الذي لأبيك. خلال فيه حاجتين مهمين تعملهم تاني يا جدعون عشان تقدر تفوز. تلك الليلة قال خذ ثور البقرة الذي لأبيك وثور ثاني ابن 7 سنين، اهدم مذبح البعل الذي لأبيك واقطع السارية التي عنده وادي مذبحا لرب إلهك. يبقى مهم خالص يا حبيبي عشان تقدر تتحرر من كل عبودية، من كل اقطع المذبح ده، اهدم المذبح البعل. لو في مذبح مخدرات في حياتك او انت منهمك ومحبط بسببك مش عارف تتحرر من المخدرات، امسك ارميها. لو انت بتعبان في موضوع الأمور ده انك مش قادر تتحرر من كده، اهدم اقطع جاهد. لو انت مش قادر تتحرر من البورنوغرافي، الاباحيات، الافلام الاباحيه، مش قادر تتحرر، لازم تهدم ده وتتمتع تبني مذبح لرب. ابني مذبح لرب وتعمل تهدم مذبح البعل عشان تقدر تتمتع بوعود ربنا اللي بيرفعك، يديك نصره تنتصر فيها. لكن احيانا يا احبائي احنا عايزين الاثنين، عايزين الاثنين، عايزين شرب نسكر مخدرات ومش عارف علاقات غلط وزنا، وفي الاخر عايزين ايه؟ وفي نفس الوقت نروح الكنيسه ونصلي. ايه العرج ما بين الفرقتين ده؟ او ايه الرياء اللي احنا عايشين فيه ده؟ ايه الـ 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 الحاجه الصعبه اللي بنعيش فيها؟ بيبقى خاطي من غير توبه واعتراف يروح يتناول كم، لو كان التناول ده حق علينا نروح ناخده. لا، ده دعمة، ده جفت من ربنا، ده هدية من ربنا. لكن خلي بالك اللي بتتناول من غير توبة واعتراف واستحقاق مش هتعرف تعمل ايه، مش تتمتع. التناول مش ماجيك، مش سحر بناخده وخلاص. لو مش هنعرف تتفاعل مع التناول،
مع جسد المسيح ودمه وإدراك حقيقي لقيمة الجسد والدم مش هيعمل مش هيبقى ليه تأثير في حياتي إلا باستجابتي. عشان كده لازم الكنيسة توصينا حبيبي قبل ما تتناول من فضلك اقعد مع نفسك وقعد مع باعترافك. ليه يا عم ما أنا روح أتناول براحتي؟ لا أنت لازم تعمل إيه؟ لازم تتنظف، لازم تهتم مذابح البعل عشان تتمتع بالمذبح الإلهي اللي تاخد فيه إيه؟ تاخد فيه حرية وتاخد فيه نصر. عشان كده يقول في قضاء 7 الفضائل عمل إيه؟ عمل خطة حلوة قوي، جاب مش عارف شعبك بكتير قوي جدعون، راح ربنا قال لا لا ده بكتير، ده كتير، ده أنت في الآخر تقول لي بيدك أنت اللي أنقذتني دي مدينين، ده أفصل الشعب ده، خلاهم يشربوا من المية نزال من اللي كان بياخد بيده واللي يشوف على طول باللغو كده بالمية، أخذهم اللغو بالمية كان 300، قال له طب كفاية كده هاتهم دول وخلاص. مشى بقى كل الناس جابوا 300، راح مقسمهم على 3 فرق فاهمين، وكل فرقة يمسكوا الجار بتاعهم كده البوق، قعدوا يضربوا بالأبواق ويخبطوا كده ولعوا نار. حصل إيه؟ حصل إن بني إسرائيل المدينين دول سمعوا صوت البوق ده فابتدوا يعملوا إيه؟ يهربوا. بلا من هو جنهم منزلش، نزل بعدين عشان ياخد اللي قال للناس تاني تعالوا خدوا الولائم وخدوا الحاجات الباقية يعني، لكن هم ربنا نصرته أعطاهم نصرة. إذن النصرة مضمونة، النصرة مضمونة، وعد ربنا مضمون ليك، بس مهم تعمل إيه؟ تهدم مذبح البعل. قال كده أمسكوا المصابيح بأيديهم وضربوا الأبواق في دين بربا، صرخوا سيف الرجال للرب الجدعون، وقف كل واحد في مكان حول المحلة، ركض كل الجيش وصرخوا وهربوا. يعني ايه مسكوا طبعا الملكين بعد كده قتلوهم بعدين، لكن نقطة مهمة خالص عملوا ايه؟ ان انتصروا بايه؟ بيوان. عزيزي من خلال قصة جدعون محتاج حاجتين مهمين اوي. الاحباطات موجودة؟ يس، كلنا عندنا احباطات على كل المستويات. هل في نصرة؟ يس فيه، من خلال ايه؟ هدم المذبح البعل وبناء مذبح للرب. تاخد رسالة جديدة، يا رب ده انا صغير، ده انا قبلت هي الزلة في بني منسى، مش مهم انت مين، انك ربنا بعت لك رسالة، انت صاحب رسالة تنقذ مش بس نفسك يا جدعون، لكن تنقذ بني اسرائيل من الحروب من ابليس. عشان كده احبائي لكل ولد فينا نقول له حبيبي انت صاحب رسالة، بس ولادنا احنا المستوى الشخصي انت صاحب رسالة، انت صاحبة رسالة، مش رسالة راح رسالة عادية، رسالة عظيمة. رسالة ايه؟ رسالة عظيمة. عشان الوقت حبي اجي بسرعة على شمشون. على ايه؟ على شمشون. كان الرب في شمشون، اجي بسرعة عليه بس اخده كده عشان تخش مرحلة تانية. جدعون شمشون نفس الفكرة، فكرة النزير، فكرة الايه؟ فكرة النزير. نزير رب. كان الرب ترى ملاك الرب المرة قال لها انت عاقل لم تردي، ولكن تحبلين جاء لي منوح وامه وقال له ان في تحبلين تردي ابنك. خلي بالك من نقطة مهمة قوي، لا يعلى موسى رأسه لأن الصبي يكون نزيرا للرب، نزير الله من البطن، وهو يبدأ يخلص اسرائيل من ايه؟ من يد الفلسطينيين. نزير للرب يخلص ايه؟ يخلص الفلسطينيين من ايه؟ يخلص اسرائيل من يد الفلسطين. جاء برضو لجوزها عمل نفس الفكره وقال لك فولدت المراه، لكن مهم قوي الرساله اللي خدتها مين؟ خدها منوح ابوه وامه. هتحبين تقريبا لا الان فلا تشربي خمرا ولا مسكرا ولا تاكلي شيئا نجس لان الصبي يكون نزيرا الله من البطن الى يوم موته. الولد هيبقى ايه؟ نزيل لرب. خلي بالك هيبقى الولد ايه؟ نزيل لرب. هيبقى من بعد شمشون كبر صبي وبارك الرب وابتدى روح الرب يحركه فين؟ في الدنيا. عشان كده حبايبي ان شمشون كان نزيلا للرب طول ايام حياته، ودي النقطة المهمة قوي اللي نربيها في ولادنا تاني بسبب التحديات الموجودة. حبيبي أنت نزير للرب، أنت دخلت الكنيسة، اتولدت المعمودية، أنت لبست المسيح بتاع المسيح، قد لبسته بالمسيح. يقول لك كده في كورنثوس الأولى اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم يسوع وبروح إله. تبررتم، تقدستم يعني تقدستم، تقرستم يعني
يعني انت نزيه للرب. حبيبي احنا بنشتركش في خطايا الاخرين انك نزيه للرب. طبعا my friend is a gay, my friend مش عارف bisexual, مش عارف transgender, والاسواد اللي نسمعها في اعدادي بيقولوا كان حتى دلوقتي عايزين يدخلوا على ايه على ابتدائي كمان. لكن لازم اقول له حبيبي انت نزيه للرب. لا تشتاق لا شبش تنفع ما ينفعش تاخد بوسكر ولا خمر ولا يعلم موسي بقى لكل الشهوات وكل الجسد. نزيل لرب طول عمرك انك تقدست بالميرون حبيبي. فانت نزيل ايه؟ نزيل لرب. ولكل كل ايام انتظار الرب لا ياتي الى جسد ميت ولا كل نزيل لك اوعى تلمس حاجه ميت. اعمال الجسد هي اعمال الموت. فركزوا معايا كويس قوي من كل التحديات اللي احنا بنعيشها دلوقتي, موضوع ال LGBTQ ده, كل دي اعمال جسد, كل شهوات جسد بطريقه خاطئه. طبعا في نفوس مريضه محتاجه علاج, في نفوس اتولدت مش حد اتولد جاي, بس في ناس تعبانه, في ناس ليها ميول كده بس تتصلح. لكن المجتمع مش عايز يقبل, مش عايز يخلي كده, خلاص المجتمع يفكر زي ما هو عايز. او الكوميتي دي ولا بتاع ده الجروب دي يبقى ليها الاجنده بتاعتها. لكن يا ربي ابني حبيبي انت نزيل للرب. ولادنا خايفين على اولادنا في المدارس الابتدائي دلوقتي, نعمل ايه؟ قول له انت نزيل للرب. طب اللي حواليا نزيل للرب, هو كان شمشون كل الولاد اللي حواليه بيحلقوا شعرهم عدا ده ليه؟ كان كل الناس ممكن يشربوا خمره ويشربوا كل اللي عايزينه على ده ليه؟ نزيل الرب. وكان روح الرب عليه. قول لابننا حبيبي ولادنا حبيبي بس انا عارف ان حواليك ناس كتير لكن انت نزيل للرب. عشان كده يقول لك سين دع الموتى لموتاهم. حبيبي انت اوعى تلمس حاجه ايه من اعمال الجسد, من اعمال الموت, اوعى تلمس ميت. الحاجات دي عمل كل ما يهتم بالجسد فهو موت. اهتمام الجسد موت, اهتمام الروح حياه ايه؟ حياه ابديه. حياه ابديه. عشان كده لك انت ايه؟ انت قدس, انت قدس للرب, انت قدس للرب. يقول هنا تاني كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب خطيه, ما الروح فهي حياه بسبب البر. انت فيك روح الله حبيبي. عشان انت ايه؟ انت حي, انت نزير لايه؟ نزير للرب. ان عشتم حسب الجسد ستموتون, ولكن كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد فايه؟ فستحيون. لانكم لان كل الذين ينقضون بروح الله اولئك هم ابناء الله. يعني ايه ابناء الله؟ اصبح نزير مين؟ نزير للرب, نزير للرب. في ايات كتير في الـ في الـ في الانجيل طبعا عارفينها كويس قوي, في ليفيتيكوس, في لوين 18-22, لوين 20-13, اتكلم على ان خطر كل الطاقة رجل مع ذكر ضجع امرأة كلاهما رجس انت اقتلان. يعني ده ايه؟ خطية. في رومية 1 اسلمهم الله الى هواء الهوان لانهم استبدلنا استعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة, كذلك الذكور ايضا تاركين الانثى الطبيعي اشتعلوا بشهواتهم بعضهم لبعض فاعلين الفحشاء ذكور بذكور ونائلين في انفسهم جزاء ضرر المحقق. اسلمهم الله زي المفروض ما يعملوا ايه؟ اللي استبدلوا مجد الله. ربنا خلق كل واحد بمجد, لكن مش عاجبه بالمجد, كل اعمال الموت اعمال الجسد. فعشان كده عايزين يعملوا ايه؟ يتحول للطريقه دي. في ناس تعبانه, ناس ميولها اتولدت بميول بالشكل ده, لكن ممكن تتصلح, ممكن تتعمل ايه؟ الناس دول اشرار, الناس دول تعبانين, الناس دي في ناس تعبانه وفي ناس ليها. انا مش بدي عذر لحد, لكن انا بعمل ايه؟ دي خطيه ولا مش خطيه؟ خطيه. يعني ممكن نقبل الجاي نقبله في الكنيسه لو تاب, ممكن يتناول لو تاب وساب الخطية. ما هو الجاي زي اللي بيزني, ما خطية, هي خطية سواء كان بكده. عشان كده في كورنثوس الأولى لازم تعلمون من الظالمين لا يرثون ملكوت الله. خلي بالك الظالمين مش يشركوا ملكوت الله. لا تضلوا, لا زنا ولا عبدة أوثان ولا فاسقون مأبونون ولا مضاجع ذكور, كل ده تبع خطية. إذا دي خطية بيكبرش الدنيا كلها. ده إيه؟ يعني جاي. أوكي؟ هو 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 ده الخطية اللي عايش فيها. لكن هو الخطية دي زي اللي بيزني, زي اللي بيظلم, زي اللي بيعمل أوثان. فاهمين؟ لا سارقون, زي اللي بيسرق ولا طمعون ولا سكرون ولا شتمون ولا خطفون, يرثون ملكوت الله. عشان كده ده الموضوع ده يمكن واخد حجم أكبر من حجمه بسبب الميديا يعني. خلي بالك دول قلة صغيرة مش كبيرة. لكن ولادنا ربي منهم ايه؟ نزير ايه؟ نزير للرب حبيبي, نزير للرب.
يبقى ليك صاحبك واحد من 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 دول. احنا 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 بنحترم كل الناس، بنقبل كل الناس، لكن لا نقبل ايه، امسوي نحترم كل الناس لكن لا نشاركهم، لا نقبل فكرهم. فاهمين؟ لكن لكن احنا مختلفين، احنا مختلفين، هيضطهدونا بسبب اختلافنا. يضطهدون، طوبى لكم اذا قالوا فيكم كل شيء كاذبين. هوموفوبيك ومش عارف هم ايه، هم عايزينهم. لكن انا ايه، انا نذير للرب، رب ابني انت نذير ايه، نذير للرب، نذير ليه، نذير للرب حبيبي. فالنذير القدوس الذي دعاكم كونوا قدسين ايضا في كل سيره، انه مكتوب كونوا قدسين لان انا ايه، انا قدوس. رمي واحد، اطلب اليكم يا الاخوه ان برأفة الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحه حيه مقدسه مرضيه عبادتكم العقليه. نقدم جسدي ذبيحة مرضية ايه، مرضية امام الله. لا تشكلوا اهل هذا الدهر، لا تشكلوا اهل هذا الدهر. يعني في اهل هذا الدهر عندهم افكارهم، انا نذير للرب، وابقى فخور كده ان انا نذير للرب. انا بتاع ربنا، مش شفت ايه ده، احنا مش خايفين. والحق، الحق هو المسيح، الحق ان ده خطية وده ده خطية وده عكسها البر. فهم؟ لا تشكلوا، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. إيه إرادة الله الصالحة؟ إن ربنا خلق آدم وحواء، ربنا خلق ذكر وأنثى، الزواج بين رجل وامرأة، أي تحول في ترانسجندر وتحول في أجساده، ربنا ما خلقنيش. لو خلق عايزني يخلقني بنت كان خلقني بنت، عايزني يخلقني رجل خلقني رجل، وهكذا. أنا بربي إيه؟ بربي ولادي على هذا ايه، على هذا. لا عشان كده اعيدوا تاني اقول لهم، رمي سبق فعرفهم، سبق في عينهم ليكون مشابهين صورة ابن حبيب. انت نذير للرب، ربنا اختارك تكون مشابه صورة المسيح، صورة الايه، صورة المسيح فين في الارض. عشان كده تبقى ايه، فخور في فخور فخور بي. مخلوقين لأعمال صالحة قد سبق الله ايه فعدها لنا لكي نسلك فيها. اخي ايه، الى السلام نفسه يقدسكم بالتمام وتحفظ روحكم ونفوسكم وجسادكم كاملا بلا لوم عند مجيء ايه، مجيء رب. عشان كده قصة شمشون دي قصة من اولادنا نزراء للرب، ده كويس قوي. ورب فيهم الاحساس بالنزل. انت صاحب رسالة خاصة جدا، انت صاحب رسالة عظيمة. وخش على نقطة تاني بعد الفاصل، انت صاحب رسالة خطيرة. ناخد فاصل نرجع لكم تاني حبيبي. مهما تمر سنين و
أعزائي تاني في حوار الهوى وحلقة خاصة بموضوع أنت صاحب رسالة عظيمة. أحبائي يمكن جبت أمثلة كتير من العهد القديم، لكن خلينا نشوف بقى إيه الرسالة دي في العهد الجديد شكلها إزاي بقى. إن حاجة إن رسالة القديم ممكن نتكلم على أننا مختار ياسم زي موسى وزي أحمد الأحباط ونحن دي رسالة عظيمة في شمشون النزيل الرب. عهد جديد بقى ربنا أعطاني إمكانيات حاجة عادية، أنا صاحب رسالة لأن أنا خدت حاجات من ربنا أعطاني الكواليفيكيشن بتاعت الرسالة. عارفين مين بحد واخد رسالة دكتوراه مثلا، يعني واحد مثلا نجح في ثانوية عامة خلاص خلص، لكن في حد بيحضر دكتوراه فلازم يجيب ريسورسز كتير قوي عشان يقدر ياخد الدكتوراه دي، ياخد الدكتوراه مع امتياز الشرف مش كده. عشان يوصل الحاجة دي لازم في حاجات معينة ريسورسز ومصادر تخليه يقدر ياخد الايه، ياخد المكان العالية دي. ايه المكان، ايه الحاجات الريسورسز دي؟ اول حاجة عشان انت تقوم بالرسالة بتاعتك اللي ربنا اعطاها لك، خدنا واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة او عشرة من العهد القديم، لكن في ملايين من الناس العهد القديم. لكن الوضع في العهد الجديد اصبح مختلف. اذا كنا خدنا امثلة بس العهد القديم، لكن في العهد الجديد كل المؤمنين اصحاب رسائل خطيرة مش عظيمة بس، رسائل عظيمة قوي. ليه؟ اولا لان ربنا دعانا مش بس عبيد، دعانا ابناء ليه. عشان كده يقول في يوحنا الاولى، امسوا في اصحاح يوحنا انجيل يوحنا اصحاح واحد، ان احنا ابناء الله، لك اما الذين قبلوه فاعطاهم ايه؟ سلطان ان يكونوا ان يصيروا اولاد الله، اي المؤمنين باسمه. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئه جسد ولا مشيئه رجل، لكن من الله ولدوا. إذا تعالى بقى وقف معي النقطة دي كويس قوي. أحيانا كتير بنردد آيات لكن مش مدركين قيمتها ومش مدركين مفاهيمها كويس قوي. الذين قبلوا، أتؤمن بالمسيح؟ يس. إذا أنت قبلت عمل المسيح إذا أنت ابن. اعتمدت للمسيح في المية؟ يس. إذا أنت قبلت المسيح بالإيمان والمعمودية بالإشبين بتاعك، سلموك الإيمان أو أنت قبلت اعتمدت أخذت الإيمان، أصبح أنت إيه؟ أنت مؤمن، أنت مولود من الله. مادام أنا ابن الملك أكيد ابن الملك له رسالة مختلفة تماما عن ابن الإيه؟ ابن الجارية أو زي إسماعيل، يعني إسماعيل مختلف خالص عن إسحاق. أولاد إسماعيل مختلفين عن أولاد إسحاق، دول أولاد الموعد لكن دول ملهمش موعد. لكن نقطة مهمة قوي، في فرق بين يعني أنا كان أخدت كل إمكانيات أنا بقى إيه؟ ابن الملك. أنا ابن الملك فصاحب رسالة مختلفة. علشان كده أنا ربنا قربني كويس قوي، كنت بعيد شكل زمان، كنا بنعبد أصنام. يقول لك أذكروا أنكم الآن أنتم الأمم قبلا في الجسد، مدعون غولا من المدعو الختان المصنوع باليد في الجسد. كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح، أجنبيين عن رعاية إسرائيل، غرباء عن عهود الموعد، لا رجاء لكم وبلا إله في العالم. ده من دول المؤمنين، الأمم كانوا كده، إحنا كنا كده بلا مسيح. لكن عند قبولنا للمسيح أو اتولدنا في المسيح وقبلنا في المعمودية المسيح بإيماننا لما كبرنا كمان، أو النفوس اللي بعيدة عن المسيح وبتسمع معنا الآن دلوقتي مش مسيحيين، قالك دي دعوة حبيبي، أنتوا صرتوا بلا مسيح، لكن لو في مسيح معك وتاخدوا كل المواعيد وتصيروا أولاد الله. ولكن الآن في المسيح اللي قبلوا المسيح أو اللي هيقبلوا المسيح، الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم مين؟ بدم المسيح. صرتم قريبين بدم المسيح. عشان كده الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. أولاد الله؟ يعني أنا أقول الله إيه ده؟ الله العظيم الأبدي الغفور اللي أقول له إيه؟ أقول له يا أبويا. تعرف تقول ربنا أبوك؟ في ناس بتعرفش وما تقدرش تقول كده، ما قدرش أجيب واحد من الشارع
ما يجيبش بس ابني، يجيب واحد صاحبه من الشارع او اي هوملس في الشارع، اقول له تعالى قول لبابا بابا، يقول لي ما اعرفش، ما اقدرش اقول لبابا ان انا ما اعرفوش، انا ما اعرفش ابوك، انا ما اقدرش اقول انه بابا. حتى لو اعطاني عطايا كتير، اعطاني خير كتير، لكن انا علاقتي بيه بعيده، هو الله اللي فوق وانا اللي بعبده بس. في ناس ما لهاش بتعرفش الله اصلا، لكن انا عارف مين، عارف ده ابوه. انت تقول حبيبي تعالى اقول لك، تعالى ده اسمه ابويا. تقول لي ازاي؟ اصل اعطاني مسحه، المسحه دي تخليني اقول له ايه؟ تخليني اقول له ابويا. عشان كده اقول في رومية 15:8 لان كل الذين ينقادون بروح الله هم ابناء الله، اذ لم تاخذوا روح العبوديه ايضا للخوف، بل اخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا ابا الاب. يا ابا، ابويا. كيف تقول ابويا من غير روح قدس؟ اقول لك ما تعرفش تقول، ما تقدرش تقول كده. عشان كده عايز تقول لربنا ابوك، لازم تاخد المسحه التي تعلمكم كل شيء، اللي هي روح، اللي هي روح القدس. تاخدها زي دي، بناخدها بالمعمودية والميرون في الكنيسة. قال له تعالى حبيبي اديك المسحة دي اللي تعرفك تقول لربنا ايه؟ تقول لربنا إيه؟ ابوك. الروح نفسه يشهد، الروح نفسه يشهد لأرواحنا اننا اولاد الله، فان كنا اولادا فاننا ورثة، ورث من ورث الله، ورثونا مع المسيح ان كنا نتألم معه فنتبكت ايضا معه. ورثونا المسيح يعني مكاننا فين؟ مكاننا في الأبدية. يعني بيت ابن، خدت روحه، روح الله، عرفت أقول لربنا أبويا، يبقى أقول لي تعالى تعمل إيه؟ ترس مع الملكوت. عشان يقول لك إيه في عبرانيين 10، يقول إيه؟ يعني فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حديثا أي حيا بالحجاب أي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله. نتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، مغتسل أجسادنا بماء نقي، نتمسك بإقرار رجاء راسخا، لأن الذي وعد هو إيه؟ هو أمين. نتقدم بثقة إلى الأقداس. إيه الأقداس دي؟ الأبدية. أعطاني ربنا الأبدية. عارف أدخلها من غير روح الله؟ أقول لك ما تقدرش. ليه؟ أنك هتخش في مكان ما تعرفش فيه تقول الله أبويا. أبويا أنا ما أقدرش أخش المكان اللي فيه المسيح اللي أنا وارث معاه، مش هيدخلني المكان ده. كل واحد يذهب لإلهه، الطريقة اللي بيعبد بيها، الطريقة الجنة اللي بيعبد شكلها إزاي. لكن أنا رايح في أبدية، في أبديتي اللي ربنا فتحها لي. انت رايح فين؟ هل رايح الابد، رايح السماء ولا رايح حته تاني؟ قال لك يا سلام ثقه بالدخول الى عرشه. عشان كده خلي بالك في عبرانيين 4 يربطها تاني، مع بقاء وعد بالدخول الى راحته، يرى احدنا قد خاب منه. يعني خلي بالك عندنا وعد بالدخول. روح فين؟ ربنا وعدك تخش السماء طبعا، اما ربنا بيقول ايه؟ عشان يدخلني السماء. بس خلي بالك تحافظ على الايه؟ على الوعد ده كويس قوي. عشان كده حبايه هنا في غلطي تاني يقول له انكم ابناء، ارسل الله روح ابنه الى قلوبكم صريخا يا ابا ايه؟ يا ابا الاب، ان لست بعد عبدا بل ابنا، وان كنت ابنا فورثا مع ايه؟ وارثا مع الله في المسيح. في يوحنا الاولى يقول صح 2، اما انتم فالمسحه التي اخذتموها منها ثابته فيكم، ولا حاجه بها لعلمكم بها، كما تعلمكم هذه المسحه وهي حق، كما علمتم تثبتون. والان ايها الاولاد اثبتوا فيه. اثبتوا ايه؟ اثبتوا فيه. عشان تتمتع بتمتع بالرجاء ده بعمل ايه؟ اذا كنت صرت ابن، انا خدت اللي خدت روح القدس ليه مكان في الابديه، عشان اثبت فيه لازم اعيش حياه الايه جسد والدم من خلال ذبيحه الايه؟ التناول. من ياكل جسد يوحنا 6، انا هو الخبز الحي نزل من السماء، ان اكل احد هذا الخبز يحيا الى الابد، والخبز الذي اعطي هو جسدي الذي بسوله من اجل ايه؟ حياه العالم. من ياكل جسدي فله ويشرب دمي له حياه ابديه، ونقيمه في الايه؟ في اليوم الاخير. اخر نقطه حبيبي، عشان تتمتع بالابديه زي ما بقول اخد الدكتوراه دي كلها، لازم في البيرسونال انكاونتر ويز كرايست، لازم في العلاقه الشخصيه بيني وبين ربنا. ما اقدرش اتكلم عن المسيح من غير ما اختبره انا شخصيا.
عشان كده بولس الرسول قال لك انا زي افرزني من بطن امي. تعمل ايه ده؟ وقف مع ربنا قال له من انت رب؟ من النور جه في وشه في عمان الوسط صح 9 قال له ايه ده مين انت الذي تطهدني؟ قال له انا يسوع الذي تطهده. طب ماذا افعل يا رب؟ قال له روح لحنان هيقول لك تعمل ايه. عشان كده لازم في العلاقه الشخصيه بينه وبين ايه؟ بينه وبين ربنا. حبيبي اخي النور انت صاحب رساله، خدت كل الكواليفيكيشن بتاعت رساله. عشان كده احنا بلا عذر ايها الانسان، احنا بلا عذر يا حبايبي احنا نقدم رساله ضروره وقعت عليا، فويل لي كنت لا ابشر. عشان كده ادخل النقطه الاخيره بتاعت اليوم، انت صاحب رساله من خلال العمل الكرازي. انت بتروح تعمل تبشر للناس اللي حواليك، الناس اللي حواليك هيموتوا بعيد عن المسيح بلا اله بلا مسيح، هم اجنبيين غرباء هيضيعوا بعدين ما لهمش مكان في الابديه. عشان كده الضروره وقعت عليا، فويل لي ان كنت لا ابشر. أنت صاحب رسالة عظيمة، رسالة خطيرة، بأن ينقذ النفوس من الموت وتعطيهم حياة أبدية من خلال إيمانهم بالمسيح. عشان كده بالنفوس اللي حوالينا، الكنيسة كنيسة كارزة. المسيح قال لنا كده، اذهبوا وتلمذوا جميعا وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. هو قال للتلاميذ زمان ولا قال للكنيسة على مدار الأجيال؟ أنت صاحب رسالة. الكنيسة هي أنت، كنيسة هي أنت، كنيسة هي كلنا، هي جسد المسيح. اللي عايزين نقول للناس عليه تعالوا وذوقوا ما أطيب الرب، الرب المختبر، الإله اللي اختبرناه، مش اللي سمعنا عنه ولا قرينا عنه في الكتب، لكن المسيح اللي اختبرنا شخصيا. هو ده أحبائي، هو ده صاحب الرسالة العظيمة. أنت صاحب الرسالة. عشان كده لما جه التلاميذ اللي كانوا بيصطادوا سمك تعالوا سيبوا اتبعوني، لك فتركوا الشباك وتبعوه. عندما كان بطرس ويوحنا ويعقوب ونراوس، فعمل ايه؟ قال لك تركوا الشباه وتبعوه. وعند بطء عند متى قال له تعالى اتبعني، يقول لك فترك مكان الجبايه. الحاجه الاخطر من كده احبائي ان التلاميذ لما طلعوا على التجلي عجبهم الحال كويس قوي هناك. قال يا رب كفايه كده بقى، احنا ايه؟ فنعمل ثلاث مظلات، واحده ليك واحده لموسى واحده ليا، ونقعد هنا بقى. المسيح قال لهم ايه؟ لا قوموا ايه؟ احنا عايزين نقعد هنا يا رب على طول. لا انتوا اصحاب رساله، مش دلوقتي، هيجي وقت تجوني، لكن انتوا دلوقتي اصحاب رساله. اذهبوا وتلمذوا جميع الامم عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. هو ده صاحب الرساله. هو انتم ايه؟ اصحاب الرساله احبائي. عشان كده كان يسوع يطوف كل الجليل ويعلف بمجمعهم ويكرز ببشاره الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف ايه؟ وكل ضعف في الشعب. ايه رساله رب نقدمها؟ أنت صاحب رسالة عظيمة. إيه الرسالة دي؟ لكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح أعطانا خدمة المصالحة، أي أن الله كان في المسيح مصالحا لنا في العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم، وواضعا فينا كلمة المصالحة. يعني عمل إيه كده؟ هو إيه؟ غير حاسب خطاياهم. تعالوا يا شعب، تعالوا يا ناس، المسيح مش يحسب الخطايا بتاعتكم من الماضي، هيغفر لكم كل الماضي. تعالوا، هي دي بشارة الملكوت، هي دي البشارة الجديدة، هو دي ملكوت الله. تعالوا ايه؟ لأن يسعى عنه كايه؟ كسفراء عن المسيح، كأن الله يعز بنا. تعال اطلب عن المسيح، تصالحوا مع الله. تعال ارجع لربنا حبيبي، تعال ارجع. تخيل عزيزي انك صاحب رسالة، انك تقول للناس تعالوا وتنقذ نفوس يدخلهم الأبدية. أنا أقدر أعمل كده؟ ده الرسالة بتاعتك، ده الرسالة بتاعتك، ده الرسالة. عشان كده يقول لي من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. يا مش نفوس بتضيع ويدور على خدام يخدمه في الكنيسة مش لاقيين خدام، والناس كده يجي بالعافية، الكنيسة جايين بالعافية. ايه ما تقوم يا حبيبي، انت صاحب رساله، هتموت لو استمريت بالايه؟ في المستوى الضعيف اللي انت فيه ده. خلي كل شعب الكنيسه شعب فرحان، شعب له رساله عظيمه. اوعى تضيع الرساله منك، اوعى تضيع الوزن منك. انت صاحب ايه؟ صاحب رساله. الخادم الحقيقي يقول لك قديس اغناطيوس الانطاكي، يقول لك الخادم هو انسان يسموه ثيوفورس، يعني حامل الله.
يحمل الله أينما صار، ينقله للناس. إنسان عاش مع الله، ذاق حلاوة العشق مع الله، ويقدم هذه المذاقة للناس ويقول ذوقوا وانظروا ما أطيب أرض، ما أطيب إيه، ما أطيب. عزيزي، أنت صاحب رسالة عظيمة، أنت مختار سبق فعرفهم، سبق فاختار عينهم، أنت مختار، أنت ابن الله، أنت بفيش الأحباط، أنت صاحب رسالة. أم عهد جديد أعطانا كل الكواليفيكيشن، كل الريسورسز، كل المساعدة لنكون أصحاب رسالة خطيرة عظيمة، ننقل الناس من الضياع إلى الإيه. ما أحلى أحبائي أن نحضر نفوس مش بس جديدة، نفوس اللي تعبانة بعيد عن ربنا نجيبها الكنيسة، والنفوس اللي حوالين الكنيسة بكنيسة كاريزة، ونبحث عن الآخرين مش بس الأباط المسيحيين الأرثوذكس، نفتح الباب أن تكون الكنيسة كلها إيه، من كل الأمم، من كل القبائل، يجوا مين؟ يجوا المسيح. خلينا نصلي معك عشان نختم كده. بسم الله الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. أبونا السماوي، شكرا لك على رسالتك اللي أعطتها لكل واحد فينا. سمحنا ربي على جهلنا وأحيانا غباوتنا أن نضيع رسالتنا، أو إلى الآن لم نكتشف هذه الرسالة. من فضلك ربي أقل نفوسنا المنحن يا ربي، بدينا ربي رجاء وقوة، وأن أصحاب رسالة تعطينا إياها يا رب. قدسنا فيك يا رب، اذكر بكل نفس تعبانة، كل نفوس مكسورة، كل نفس بلا هدف، كل نفوس المحبطة، كل نفوس التي حسنة بلا قيمة في الدنيا دي، اظهر لها قيمتها فيك، في شخصك انت يا إلهنا السماوي. بركة الدم المسفوك على الصليب وشفاعة القديسة مريم وكل القديسين لنا كل مجد وكرامة الأبد أمين. لوغوس تي في، أن نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع.